يخليك. ايه رايك في العنوان اللي احنا اخترناه النهارده؟ الكلمه الحلوه بتفرق. طبعا هي هقول لحضرتك حاجه، هي الكلمه الحلوه هي اساس الحياه. يعني انا بقول دايما ان الكلمه الحلوه تعتبر بمفعول السحر، يعني بغض النظر عن ان هي يعني من يعني دي اساسا في الدين، واساسا في الدين اساس المعامله. والكلمه الحلوه بتحاول بتخلي الانسان قد ايه، ازاي بتخلي القلب ينشرح، وبتخلي الحياه كلها متغيره تماما. يعني هقول لحضرتك حاجه، ممكن كلمه تاثر في الانسان، تخليه ممكن يمرض، تخليه يتعب، تخليه يتاثر، وممكن كلمه تانية تخليه يبقى طاير من الفرحه، تخليه في حاله نفسيه قويه جدا، تخليه تديله طاقه ايجابيه، تديله ان هو تشجعه في الحياه. طب دي بدايه حلوه قوي، كلها بهجه وكلها اصرار على نشر روح المحبه بين الناس.